اهي يا اخويا الاوراق المطلوبه. فين الست صفية؟ انا اخويا. وفين الست السعدية؟ ايوه استاذ. مين فيكم متبرع على الست صفية؟ انا يا استاذ وبطاقتي اهي. طب انتي تقربي لها ايه؟ بنتها. متبرع بيه يا اخويا؟ انا مش فاهمه حاجه. مفيش حاجه يا امه. يا استاذ ما الورق قدامك اهو، خلصنا بقى. ايوه بس الطلب اللي قدامي بيقول ان صباح سيد احمد هي اللي متبرعه بكليتها، والسيد ماهر حبيب متبرع لسعديه عبد السيد. يا لهوي انت عايز تموتني محصور ايه؟ بس يا امه، بس يا بنتي في ايه يا امه؟ استني يا امه، فهميني يا امه. طب ولا تعمل ولا ما تعملش يا امه، ابوت ولا ما موتش. انت مالك؟ اوعي لازم ترعي لي بكليتك، اوعي كاني هفرح. ما انت عايزاني اعمل ايه بس يا اما؟ اعمل ايه بس؟ سيبك تموتي يا اما. حشفي متنا سمر. ولما هو ما حدش بيموت ناقص عمري يوم، انا ايه بس اللي هيجرالي لما تيجي كليتي؟ الشر عليك يا دنيا، تمشي الحكايه دي من دماغك خالص. ياما استهدي بالله بقى، استهدي بالله وافهمني. انا الدكتور طمني، قال لي ان البني ادم عادي ممكن يعيش بكليه واحده ومش هيجرالي حاجه، لكن انت ياما الاثنين عندك بايظين. يعني انا مش هيجرالي حاجه لما تيجي كليتي؟ لو جرالك حاجه يعني ما تشر عليك. لأنا يا سعيدة هموت نفسي وراك يعني ولا ايه؟ وانت ياما انت لو جرالك حاجة انا اعمل ايه؟ عايش بقيت عمري اقول يا ريتني كنت اديتها كليتي. هبوس ايديك ياما، هبوس ايديكي زي ما طول عمرنا بنقسم الرغيف سوا. مش هيجري حاجة لو اديتك كليتي. وانت لازم تعيشي ياما، ولا انت عايزة تسيبيني لوحدي؟ عشت طول عمري غير عشانك انتي حبيبتي. خلاص يا ام وفي بقى عشان خاطري. اسعد الدكتور الاول. ماشي يا ام، بس انا متاكده انه هيقولك نفس اللي قاله لي. الواد مش كان يبقى هنا يقول اتبرع لامي بكليتي، وانا والمسيح الحي ما كنت هواف؟ هي دي معقوله؟ ايوه اقعدي احرجي في دمك انت على حته كلب ما يستاهلش. يقول ايه هو انا بقى في حاجه؟ ايه يعني لما اديك الكليه؟ ها؟ بلاش يا ستي، خديها مني وهتبقى حاجه مني شايلها جواكي. اسكت بقى يا ماهر، انا مش عايزه حاجه. يا وليه يا جاموسه، انا راجل مشلول ومحتاج اللي يخدمني. هعمل ايه بعد ما تروحي مني يا سعديه؟ ها؟ هروح فين؟ مش هيحصل لي حاجه يا ماهر اطمن. هنستنى ايه اكتر منك ده؟ وهو ابنك لو يحط في عينه حصوه ملح كان بعت لنا قرشين نزرع بيهم الكلى بدل ما تتمرمط انت ولا اتمرمط انا. زرع كلى ب 80,000 جنيه. وهو من ساعه ما سافر ما بعتش غير 5,000 جنيه عمر. هيهون عليه يبعت 80؟ لو ليه عجلي؟ اه. عايزة تسيبيني الصبح يبهدل فيا، حصل لك حاجة؟ قول بقى انك باصص لنفسك وخايف عليا اموت لحسن ما تلاقيش حد يخدمك. ايوه يا سعدي انا بحب نفسي، بس المهم ما تروحيش مني يا سعدي. انت شقيانة طول العمر، ده انت ما تستاهليش كلمة، ده انت تستاهلي جسمي كله يا سعدي. قول يا سعدي عشان خاطري.